ريفيو عن كتاب سلاح التلميذ الترم الثاني سنة تانية ابتدائي، والكتاب مكتوب عليه بداخل الكتاب مرجع ايه؟ مرجع ايه انا بقول على ده؟ ملحق المراجعة والاختبارات والإجابات. دي مش معناها يا جماعة ان الكتاب وربنا معاه ملحق. بداخل الكتاب يعني شوية ورق جوه الكتاب، شوية ورق جوه الكتاب، يجي لك بقى في شوية ورق كده يقول لك جوه ملحق المراجعات لان انا ممكن يجي لي اتصال كامل ويفضل يرن عليا 55 اتصال عشان يقول لي الكتاب مكتوب عليه انه بداخل الكتاب ملحق المراجعة والاختبارات. دي معناها انه شوية ورق جوه الكتاب، شوية ورق جوه الكتاب. تانية ابتدائي الترم التاني الكتاب بدون سحر ولا شعوذة عمل 79 جنيه. طبعا الجنيه عمل غطس وهيعمل غطس تاني اخر الشهر، واحنا يعني هو بيغطس واحنا بنستناه يطلع بقى يطلع لنا بالايه؟ بالحلويات يعني. الترم التاني سلاح التلميذ كتاب كبير عامل 352 صفحة. نفتح كده نشوف سلاح التلميذ، ورينا يا سلاح التلميذ كده، ادي الكونتنت بتاعه اهوت، وهنا ارشادات المعلم وارشادات المنهج وازاي نذاكر لاولادنا والتقسيمات بتاعه المنهج، وجايب لي في البدايه خالص مراجعه على ما سبق دراسته عباره عن صفحتين 4 6 8 10 12 14 14 صفحه مراجعه. وبعدين بيدخل لي في القصص الاولانيه وهي قصه الاستماع، القصه اللي احنا بنقراها للطفل، وجايب لي فيها معاني وجايب لي فيها اسئله واجابه، وادي كمان التمرين عليها دي صفحتين 4 6. وبعدين دخلنا في اللي بعده معرض احب بلدي اهوت، طبعا جايب لي المعاني الكلمات باستفاضه كبيره جدا، يعني حاسه ان ده كتير جدا على تانية ابتدائي. جايب لي يا خرابي كل ديت اسئله، حاسه انها كتير قوي على تانية ابتدائية، انا مش عارفه تفك الخط يا عم. هنا دي اهوت اكمل يا رب، يعني اهم حاجه التاسيس يا جماعه، فتره التاسيس مهمه جدا، وهما لغايه تانية ابتدائي اصلا تاسيس. ديت كل دي تمارين. وبعدين دخلت انا على اللي بعده اللي هو درس الوادي الجديد، ومعاني كتير جدا برضو، يعني كتير كتير، يعني اسئله والاجابه عليها برضو كتير، وادي تمارين عليها لسه ما شفتش لغايه دلوقتي، لسه ما شفتش لغايه دلوقتي نحو خالص. ده نفس النظام، نفس النظام، نيل مصر، سكان النيل، كمان ادي المعاني وادي الاسئله عليها وادي الامتحانات. ودرس اسمه مكتوب على الاحجار، معاني الكلمات والاسئله، اسئله كتير قوي واجابه عليها كتير قوي، وكله حل على الدرس. فين يا عم النحو؟ مفيش نحو ولا ايه؟ كله حل على الدرس. حفل الاسبوع تمام اهو، زياره الى المدرسه. انا ابتديت ان انا اجري، ابتديت اجري وسائل الاتصال. طبعا حاسه ان الاسئله والاجابه كتير قوي عليها، يعني والله ولا يحفظوا اي حاجه اساسا، هم مش عارفين يفكوا الخط تمام، مش شايفه في نحو، مانيش عارفه التواصل عبر الزمن، الكتابه ومش عارفه ايه، التعبير الكتابي، التعبير الذاتي، التواصل في المجتمع الديني، في المعاني. تمارين، تمارين على الدرس، تمارين على الدرس. هذا وهذه، اقسم بالله لقيت نحو، هذا وهذه. جايب استفاضة كبيرة جدا في الدروس، استفاضة كبيرة في الأسئلة والإجابة، استفاضة كبيرة جدا في معاني الكلمات. حاسة ان هو جايب أسئلة كتير جدا على الدروس، فقير في النحو شوية، مش شايفة فيه، مش عارف، او انا جايب ما شفتش. وفي الاخر اهو انا كده في درس الاخلاق الكريمة والبطة الصفراء. ايه البطة الصفراء دي؟ قيم طفلك، اقيمه يا عم، ورنا التقييم، وبعدين تقييمات نهائية هيت. التقييم السادس، التقييم العاشر، واجابات عليهم. اهو ظلمته، انا ظلمه في نحو يا جماعه، في النص اهو ظرف المكان والاساليب والتركيب. اه تمام جايب، يبقى انا كنت بجري بسرعه ما كنتش شايفه.
يعني مستوى السلاح العادي جدا. انا حاسه ان هو مستوى السلاح العادي، مش عارفه يعني مستوى عادي زي ما هو عادي جدا، مفيش اي تجديد وتمام. حلو، سلاح التلميذ عربي تانية ابتدائي.